ابتسمت أمس سماء قصر الثقافة مفدي زكريا باكتشافها لمجموعة من المبدعين الجدد في عالم الفن من خلال حفل توزيع جائزة علي معاشي في طبعتها العاشرة. أسماء قادمة من كل ربوع الوطن أعلنت التألق شعارا لها. الجائزة التي تكرست الآن في الحياة الثقافية وتمنح كل سنة لعدد من المبدعين في مجالات مختلفة، إن كان في المجال الأدبي يعني الشعر ولا الرواية. ثم إننا رفعنا في قيمة الجائزة هذه السنة حتى نحفز أكثر، ولاحظتم أن الذين يفوزون بها دائما يواصلون المسار لأنها تمثل محطة بداية وليست محطة نهاية. فرحة كبيرة جدا أني تلقيت الجائزة من يد فخامة الوزير، وزير الثقافة الشاعر الرواية عز الدين مهوبي، رفقة عديد المبدعين والفنانين في هذا اليوم الوطني للفنان. سعيد جدا بهذا التتويج أمين. أنا عمري ما اشتغلت من أجل باش ننال الجائزة، ولكن كنت أشتغل دائما من أجل إمتاع الجمهور مسرحيا. أنا أحب المسرح، أنا عاشق مسرح، لكن الجائزة أعتبرها دائما محفز ومشجع لينا نحن الشباب. شوي كرياتور دو لا كوريغرافي وفزت على كما يقولوا الجائزة الثانية، وإن شاء الله على كما يقولوا باسم معالي كما الوزير اللي جا يعني جا لينا كشرف لينا. العمل هذا جاوني في ثلاثة، كان عمل متكامل الحمد لله يا ربي، نال الجائزة الأولى وإن شاء الله المزيد من العمل إن شاء الله تنتظروني قريبا إن شاء الله. والحمد لله هذا توفيق من عند ربي سبحانه، يعني توفيق هذا ما جاش من لا شيء، يعني جاء ثمرة عمل دؤوب ومثابرة. مقارنة بالطبعات اللي فاتت نحس أنه بدأت تأخذ طابع محترم جدا. الانتقاء كان فيه جد وفيه صرامة وفيه مناقشة وتبادل آراء وخبر مع أعضاء اللجان الآخرين. الحفل عرف أيضا مشاركة الفرقة الوطنية السيمفونية بقيادة المايسترو أمين قويدر. وأيضا فرقة جمعاوي أفريكا التي كان لها شرف افتتاح الحفل. إذن هي أسماء جديدة رفرفت أمس بقصر الثقافة مفدي زكريا من خلال العيد الوطني للفنان الذي يذكرنا دائما بأهمية الإبداع في حياتنا الاجتماعية، فمبروك لكل الفائزين.